عموما بالمناسبه لست ادري ان كان اشيو غير رايه في زروقي في البدايه. انت من الناس الذين قالوا ان هذا اللاعب لاعب عادي لا يمكن ان يقدم الاضافه المرجوه. لا شوف ساتي اليك عموما. هذه شوف حسام هذه قديمه وتكلمنا عليها في لا انا حتى نسالتك اذا غيرت رايك يعني. لا ما غيرتش رايي، انا ما نغيرش رايي، انا كي نحلل المباراه نقول واش كاين في هذيك المباراه، ما نحللش ما نقدرش نقول هذا اللاعب لاني كنت لا اعرفه وشفت اللاعب في مباراه وفي هذيك المباراه لم يقدم شيئا ولكن في مباراة نهار يقدم اشياء نقولوا بلي لعب مليح نقولوا بلي جاء. الان انت خاصة انت مقتنع بزروقي الان وما قدمه؟ لا مقتنع بكل لاعب، انا نقول كل لاعب يستدعاهم بالماضي عندهم أحقية باش يكونوا في الفريق الوطني.